بطولة نايت فورور، لاعب من المغرب ولاعب من تركيا. لاعب من المغرب ولاعب تركيا. ولي كورنر فروم موركو. ريد كورنر فروم تركيا. 27 ماتش يابوب 21 كازان. إن شاء الله اللاعب المغرب يحسن. إيجاري لاعب تركيا. الأرض بتلعب لها دور كتير كبير. طب التركي اول عبده طب المغرب فاز لاعب تركيا بعد ما خسر بضرب القاضية من لاعب فاز على لاعب مغربي بضرب القاضية لاعب بضربه سحبه يعني كان نتيجة هو البداية ما يسيطر على البداية بسيطر على كل المباراة